أخبار الكرة الطايرة مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة كابتن شريف الشمرلي، واللي استقر على خوض مباراتين وديتين الأسبوع اللي جاي بعد ما دخل الفريق في مرحلة جديدة من الإعداد، واللي بيتخللها طبعا عدد من المباريات الودية. الجهاز الفني والإداري للفريق بيجري طبعا بعض الاتصالات بعدد من الفرق للاتفاق على المباريات الودية في الفترة اللي جاية. زي ما احنا عارفين، الفريق كان لعب مباراة ودية الأسبوع ده مع الترسانة وفاز فيها الزمالك بنتيجة 6-0. طبعا ده مش عدد الاشواط الطبيعي، احنا عارفين ان نتيجه ماتشات الفولي بتخلص 3-0 3-1 3-2، ولكن دي ماتشات وديه الناس بيلعبوا اكبر عدد اشواط، وبيكون بالاتفاق ما بينهم كنوع من الاستعداد والاستفاده الاكبر يعني من المباراه. اما عن الجهاز الفني الفريق الاول للكره الطايره سيدات، نادي الزمالك بقياده كابتن احمد فتحي استقر بشكل كبير على الدخول في معسكر مغلق جديد بالاسكندريه في شهر اكتوبر، وده قبل بدايه الموسم الجديد. زي ما احنا عارفين، الفريق كان خاض معسكر مغلق الشهر اللي فات في اسكندريه في بدايه فتره الاعداد. المعسكر هيكون فيه عدد من المباريات الوديه اللي بيتفق عليها الجهاز الفني والاداري للفريق حاليا قبل السفر للاسكندريه باذن الله. الفريق طبعا كان فاز اول امبارح على الطيران وديا بنتيجه 3-0. كل التوفيق ليهم. على فكره النتيجه دي كويسه، يعني النتيجه دي تقول لك انه في حاجة مختلفة. يعني أنا مش عايزة برضو أقعد أعتمد على فكرة إنه إيه لأ طب معادي ما لسه لأ، بس فكرة إنك بتكسب الطيران 3-0 النتائج دي جديدة شوية، فده حلو. يعني دي نتيجة أنا شايفة إنها مبشرة، صحيح مباراة ودية وصحيح لسه بدري قوي عشان تحكم على الفريق هيعمل إيه أو واصل لحد فين، بس أنا بقول لك النتيجة دي نتيجة كويسة، نتيجة طيبة يعني مبشرة. اما عن فريق كره طايره تحت 15 سنه اللي فاز على فريق الترسانه بنتيجه 3-0، ودي في المباراه اللي اتلعبت على صاله الترسانه ضمن منافسات الجوله الرابعه من بطوله منطقه الجيزه. فريق كره طايره كان فاز على فريق اكتوبر بنتيجه 3-1 في الجوله الثالثه، فريق بيقوده فنيا كابتن وليد سعودي مدير فني وكابتن سمير حامد كاداري. بنتمنى لهم طبعا كل التوفيق ان شاء الله. اما عن فريق البولينج لزوي الهمم بنادي الزمالك، حققوا عدد كبير من الميداليات والمراكز المتقدمه ببطوله الجمهوريه للبولينج لزوي الهمم اللي اقيمت على ملاعب المركز الدولي. اللاعب مصطفى حسام حصد الميداليه الفضيه، مبروك يا مصطفى. كمان حقق كل من محمد يسري ونادين وليد الميداليه البرونزيه، الف مليون مبروك. حصلت اللاعبه مي محمد عبد الحافظ المركز الرابع، واللاعب محمد مصطفى زهيري المركز السادس، مبروك برضو. وتعتبر مشاركه فريق الزمالك للبولينج لزوي الهمم هي الاولى في بطوله الجمهوريه. الجهاز الفني لفريق البولينج لزوي الهمم بالزمالك بيقوده فنيا كابتن احمد السيد و كابتن احمد مصطفى كمدرب عام. الف مليون مبروك. انا الاخبار دي بحس ان انا يعني بتديني طاقه ايجابيه كده. اي اخبار عن ذوي الهمم بجد انا بحس انها بتديني يعني طاقه ايجابيه، بتحسسني انه ما فيش حاجه اسمها مستحيل، وكل حاجه فيها امل، كل حاجه في الدنيا فيها امل، وكل حاجه يعني ما فيش حاجه مستحيله، ما فيش حاجه صعبه، ما فيش حاجه هتفضل صعبه طول الوقت، كل حاجه هتتيسر وكل حاجه بسيطه. ما اعرفش، انا اخبارهم بتديني طاقه ايجابيه بالتاكيد.